زي ما انت شايف كده، قال لي هنا: لم يعد بإمكان هذا الحساب استخدام واتساب. ولك لقد أكملنا المراجعة ووجدنا أن نشاط هذا الحساب لم يتبع شروط الخدمة الخاصة بالواتساب. الرسالة دي هتجيلك لو أنت بتبعت رسائل عشوائية، أو أنت كمان ممكن عملت سيلكت أول على الأعضاء عندك على الجروب وبعد كده بعت لهم رسائل عشوائية، أو أنت انتهكت سياسة الخصوصية للواتساب. فعلينا كده إن نقدر نحل لم يعد بإمكان هذا الحساب استخدام واتساب. هنحل الطريقة دي مع بعض. كل عليك بس بتخرج كده من الواتساب، تتأكد إنك روحت عندك على المتجر ومنزل آخر تحديث للواتساب ماسنجر. بعد كده بتروح عندك على جوجل كروم، اضغط عليه ضغط كده، وبتروح عندك على حاجة اسمها دعم الواتساب. بتكتب بس على جوجل دعم الواتساب، وبعد كده بتختار التواصل مع فريق الدعم الفني في الواتساب زي ما انت شايف كده. هتضغط عليها ضغطة، وبعد كده بتنزل تحت على كلمة اتصل بنا. عندك فريق دعم الواتساب ماسنجر اللي هو ماسنجر متعارف عليه. هتضغط عندك على كلمة اتصل بنا، ومن هنا بتختار رقم الهاتف بتاعك. هتدخل رقم الهاتف مع كود الدولة. كل عليك بس تضغط عندك على السهم اللي قدامك ده، وكمان بتضغط عندك على علامة السيرش دي، ومن هنا بتختار دولة مثلا مصر. بتطلع كده فوق شوية بتلاقي طبعا مصر هنا EG02. تقدر تكتب هنا رقم التليفون بتاعك عادي جدا. طبعا احنا هنكتب رقم التليفون اللي هو في الحظر بتاعنا، بس مش هكتبه دلوقتي حفاظا على الخصوصية. هنا بتدخل عنوان بريدك الإلكتروني، وهنا بتدخله كمان تاني مرة، تمام؟ بعد كده بتنزل تحت شوية بقول لك كيف تستخدم واتساب. لو كان الحظر على الأندرويد اختار أندرويد، لو آيفون اختار آيفون، لو واتساب ويب للكمبيوتر اختار واتساب ويب. طبعا KIOS ده خاص بالتليفون اللي هي زي الاي كيو. المهم دلوقتي مثلا انا اختار على جوال اندرويد، وبتنزل تحت بتكتب صيغة الرسالة الخاصة بالعلامة او الخاصة بالحظر اللي احنا شفناه دلوقتي. الرسالة مضمونها بيقول لك هنا: مرحبا فريق دعم الواتساب، لقد تم حظر حسابي على الواتساب، وتظهر لي رسالة تقول ان لم يعد بامكان هذا الحساب استخدام واتساب. خلي بالك من الحتة دي، واود معرفة مزيدة عن السبب وكيف يمكنني استعادة حسابي، حيث أنني أستخدم واتساب للتواصل مع العائلة والأصدقاء والأغراض الهامة. دلوقتي أؤكد أنني لم أرسل رسائل غير مرغوب بها عن قصد، وأطلب منكم إعادة النظر في حظر حسابي. إذا كان هناك أي معلومات إضافية تحتاجونها مني لتوضيح الأمور، فأنا مستعد لتقديمها، وشكرا على تفهمكم. مع خالص التحية، وتكتب هنا اسمك بالكامل. طبعا انا هحاول ان انا اظبط لك صيغه الرساله وهسيبها لك في الوصف او التعليقات، بحيث انك تنسخها على طول وتضيفها عندك في الصيغه دي. طبعا بتكتب هنا اسمك، وتاكد ان اسمك هتكتبه بشكل صحيح. على سبيل المثال ان انا هكتب هنا اسمي احمد، تمام. بعد كده بتضغط عندك على حاجه اسمها الخطوه التاليه، تضغط عليها ضغطه كده، وبيقول لي هنا الاتصال بالواتساب. طبعا لو في اي رسائل او في اي كلمات مفتاحيه دي تهمك اضغط عليها، مفيش اي كلمات من دي يهموك خالص اضغط عندك على ارسال السؤال. كده بقولك تم ارسال السؤال، وكده انت تواصلت بالواتساب. بقولك نشكرك على تواصلك معنا، سنرد عبر البريد الالكتروني، وقد يستغرق هذا مدة لتصل الى 3 ايام عمل. طبعا مش هتستنى 3 ايام ولا حاجة، انت في خلال ساعتين 3 بالكتير ان شاء الله هتلاقي الواتساب بتاعك اشتغل. طيب تعالوا بقى نجرب ونسجل برقم جديد. هنروح عندنا تسجيل رقم جديد زي ما انت شايف كده، وتقول الموافقة او المتابعة، وبتكتب رقم التليفون بتاعك. بعد كده عندك بتضغط عندك على كلمة التالي. هل هذا الرقم هو صحيح؟ تقول له نعم، وكده وصل لك رسالة التأكيد، ويتفك حظر الواتساب إن شاء الله في أقل من نص ساعة أو ساعة. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناة. مع السلامة. سريع كده، لو أنت محتاج أنا شخصيا أفك لك حظر الواتساب، بتروح عندك على الرابط اللي سابه لك في الوصف أو التعليقات. هتروح تملأ البيانات اللي أنت شايفها، تكتب رقم تليفونك، تكتب عنوان بريدك الإلكتروني، نوع التليفون بتاعك، وبس بتضغط لي عندك على كلمة إرسال. طبعا أنت لازم تكتب رقم التليفون هنا، وكمان تكتب البريد الإلكتروني الخاص بك هنا، ومجرد بس ما تضغط عندي على إرسال بيوصلني على طول الرسالة بتاعتك، أو بيوصلني على طول الحاجة البيانات اللي انت سجلتها، وانا ان شاء الله هفك لك حظر الواتساب.